الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تلعبوا بكبير. الحمد لله بخير. الحمد لله. الله يبارك فيك العزيز الغالي. الحمد لله. الله يحفظك خويا العزيز. الله يبارك فيك. انا مصطفى من الدار البيضاء. عرفتك السي مصطفى من الدار البيضاء. عطينا خويا العمر ديالك. 53 عام. تبارك الله، انت مول الخير. 53 عام، مزيان اخويا. فايت متزوج ولا والو؟ فايت متزوج ومطلق، ما والدش. ما والدش، واخا بغيتي مريم من كازا ياك؟ اييه. اللي عندها 50 عام. اييه. اللهم بارك. مريم. مريم. الو. السلام عليكم مريم. عليكم السلام. مريم اختي، مرحبا بك بعدا مرة أخرى. هذا مصطفى من كازا. مجوج ومطلق بلا ولاد، عنده 53 سنة. ما سولتوش شنو تدير في العمل مصطفى؟ أنا كندير البني والبيع والشراء. البني والبيع والشراء، كيبني وكيدير البيع والشراء. وبغاك للزواج حلالا طيبا مريم. مريم من كازا. واخا واخا ندوزوه لك؟ دوزو. مرحبا. تفضل تقدم. لا تقدم. لا مريم. لا لا بس الحمد لله كيدير بخير. الحمد لله. يبارك فيك. انا مصطفى من كازا، كندير البني وكندير البيع والشراء. ايوا حنا بغينا البني. شتو دير في البني؟ كيدير البني ديال الاهرامات وداك الشيء مع الفراعنه، فهمتيني؟ هو اللي طلع رمسيس الاول وداك الشيء، وكيبني الابراج. هو البني بقى شايط من الفراعنه وغادي يبني لك هرم تسكني حدا نفرتيتي وخوفو، ودخلت عليك بالله اش غادي يدير في البني؟ شنو غادي يدير في البني؟ هو اللي كان بنا وليلي ويلي ويلي. واختي مريم، ودخلت عليك البنا اش يدير تيبني؟ بغيتي انت تبني، بغيتي تبني معاه مستقبلك، دخل يجيبي السيما والبغلي ديالك. ما بغيتيش علاش عاجي قال لك كنبيع ونشري ونبني؟ علاش سولتي على البني اش يدير؟ قولي له شنو كتبيع وتشري؟ ها السؤال. شنو تبيع وتشري؟ هاك اش تدير في البني؟ في الديور، في الطوموبيلات، في هذه. ايه هات. مرحبا مرحبا مرحبا. هات صافي نقولوا مبروك. الله يبارك فيك. مبروك عليك بسطوف، ومبروك عليك مريم. عاوتاني يا بلاتي شنو قال لك مصطفى؟ والله تضحكوا وتنشطوا عاد تمشيو مجوجين. ها انت مصطفى. يا مصطفى سيري كولي كتحشمي، راه عندك 50 عام. انت دابا تبداي تهرقي لنا هنا ولا تجمع بلاطك وبغليك. مصطفى سير الله يسهل عليك، قول امين. ها مصطفى اش قال لك مريم؟ ها انت ها كنت تزوجوا بالضحك. كنجيو تنجيو نتزوجوا. هات مريم.